تقول هذا السيد دارها في القسم باش يقراو زعما يعني باش يتواصلوا معاكم. ما شاء الله رسومات هذه. السلام عليكم متتبعين الزوار موقع رفدياكم، نرحب بكم اينما كنتم واسعد الله اوقاتكم. حاليا كنتواجدوا هنايا في منطقه بني شيكار باقليم الناظور. موضوعنا اليوم تجربه التعليم عن البعد. باش نعرفوا اكثر نستضيفوا معنا الاستاذ ديالنا المحترم عبد الصمد الخزروني، هو اللي غيهضر لنا شويه على هذا الموضوع. الاستاذ السلام عليكم، مرحبا بك عندنا. استاذ قدم راسك. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. في البداية نشكر الأخت آسيا ونشكر المصورة ديالنا النشيط المقتدر السي رشيد اللي واقف قدامك هو عبد الصمد الخزروني من مواليد بني شيكار 1971. تبع الدراسة ديالو الابتدائية في مجموعة مدارس بني شيكار، بعد ذلك الإعدادية في فرخالة، بعد ذلك الثانوية في عبد الكريم، ثم كان واحد القطاع ديال الدراسة دامت لي 15 سنة. بعد رجعت للدراسة ودوزت المرحلة الجامعية في سلوان، ثم دوزت واحد العام ديال التكوين في وجدة، وبعد ذلك تعينت في الجهة ديال شيشاوة ودوزت تما سنوات، وبعد ذلك انتقلت بفضل الله وليتي عندنا الحمد لله ومشيئته انتقلت، جيت للبلاصة اللي بديت بها مجموعة مدارس بني شيكار، من تما بديت وإليها انتهيت. شنو غتقول لنا على التعليم عن البعد؟ هو التعليم عن بعد هذه كانت اللي جات في هذه الظروف كانت مفاجئة في الحقيقة. ربما شي دول أخرين كان وجدوا لذاك الشيء، كان كيتكلموا على التعليم عن بعد وكان يعتبر لهم خيار استراتيجي كما كيقولوا، ولكن حنايا هنايا كنا كنسمعوا عليه، ولكن باش أننا كنا كنتكونوا فيه ولا شي حاجة ما كانش هذا. فاذا ملي جات هاد الجائحه ديال كورونا حتى لقينا راسنا باننا صافي توقف التعليم، اذا خصنا نديروا شي حاجه، والا فالتعليم الحضوري هو الاصل، القسم والتلامذ في القسم والاستاذ في القسم هذا هو الاصل. جاء التعليم عن بعد باش يحل لنا هذا المشكل، اذا الدوله قالت يعني تكلم عطات لنا توجيهات، ربما وفرت لنا شي موارد شي مضامين كتسمى المضامين الرقميه ودارت شي مواقع دارت، ولكن كل استاذ كيعرف شنو الوسائل اللي متاحه واللي مناسبه واللي تمكن التلاميذ ديالو انهم توصلهم المعلومات. فانا ملي لقيت راسي هكاك 14 مارس جا لينا واحد البلاغ، رجعت للدار والتلاميذ رجعوا للديور ديالهم، ولكن كانت شي حاجه اللي سبق هذا الشيء. شنو هو؟ انني في بدايه السنه كنطلب من التلاميذ يجيبوا لي الارقام ديال الهاتف باش انه الا شي تلميذ غائب ولا وقع له شي حاجه كتتصل بالوالدين ديالهم. وذاك النهار ملي صافي قالوا لنا تمشيو للدار راه غادي يدار الحجر الصحي، عطيت لهم النمره ديالي كتبتها في السبوره، قلت لهم منقلوها الا شي حاجه يعني اتصلوا بيا. فملي رجعت للدار قالوا بانه خص الاساتذه يديروا شي حاجه، فشنو درت انا؟ درت واحد الجروب واحد المجموعه هكا، بديت الا كان عقل بديت ب 15 مثلا 15 ديال التلاميذ اللي دخلوا معايا وبداوا يتواصلوا معايا. بعد ذلك ولا داك الشيء كيدير وصل ل 20 25 اخر مطاف وصل ل 31 واحد. شحال بقى القسم باش يكمل؟ خمسه. عييت يعني نشوف كندير، عطوني المعمر ولكن ما عندهمش فيسبوك، كنتصل المهم لقيت كندير، كنوصي التلاميذ باش يتصلوا بهم ما تمكنتش. اذا بقاو ذاك 31. فبدينا كانت في البدايه ربما صعوبات، ولكن في الاخر ولا ذاك الشيء رائع جدا، تلقائي، التلاميذ كيتفاعلوا معايا ويتواصلوا معايا بذاك الشيء التلقائي. الدوله دارت مواقع ودارت يعني مختلف الوسائط، ولكن انا اللي لقيت باش انه يمكنني من هذه العمليه هو الواتساب. شنو كنت كندير التلاميذ؟ مثلا حددت لهم الوقت، مثلا كان رمضان الوقت ديالو بوحدو وغير رمضان الوقت ديالو بوحدو، مثلا الا قلت لهم مع 11
فمع 11 يكونوا كنفتح القسم وهذاك واتساب ماشي مفتوح كنفتحوا نعم باش كيبان ليا هذا الشيء دار لك مشاكل يعني كبار لا ما خلق لي حتى مشاكل العكس انا كنت كنلقى فيها واحد النشاط لان التلاميذ كيتجاوبوا وكنحس بهم يعني كيقراو وكيتبعوا وكيستافدوا وماشي غير هما حتى الوالدين ديالهم حتى الوالدين ولكن شنو دار هذا الشيء داروا لي انضباط 11 كنقول لهم السلام عليكم كنسول على الاحوال ديالهم كي دايرين واش واحد ممرين ماشي واحد كذا كنقول لهم سجلوا لي حضور حاضر 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 واخا ما حضروش كاملين ومن بعد كيلتحقوا المهم كقدر الظروف ومن بعد كناخذ الدرس كنصور ذاك الدرس نصورو نعطي لهم الدرس ومن بعد كنعلق على ذاك الدرس ونشرحو ونسهلو بالاوديو بالصوت يعني باش نصيفط لهم الصوره الفيديو هذاك الشيء كيطلب شي حاجه قصه دايره انا كنقدر لهم الظروف الماديه وداك الشيء اوديو كيسمعوا لهم مزيان الا كان عندهم شي سؤال يسولوني ونجاوبهم الى غير ذلك بعد ذلك كتجي واحد الحصه كنعطي لهم تمارين كاين واحد التمرين اللي مثلا تما نجربهم واش استفدوا من الدرس يعني تمكنوا من الدرس بعد ذلك كنعطي لهم التمارين اللي بديت بالرياضيات لان حاولت ما امكن باش نحترم ذاك البرنامج اللي عندي في القسم اللي كان عندي في القسم الرياضيات مثلا الفرنسيه النشاط العلمي ومن بعد كيجي مور الاستراحه العربيه ومكونات ديال اللغه العربيه الرياضيات نعطي لهم التمارين كنقول لهم غدا ومن بعد ندخل في الفرنسيه نوضح لهم ذاك الشيء نعطي لهم التمارين نقول لهم غدا النشاط العلمي الا كاين هو نوضح لهم نقول لهم التمارين حتى الحصه ديال النشاط العلمي العربيه ملي نجي غدا كنطلب ذاك التمارين نصح لهم التمارين عاود عاد ندخل عاود ثاني في الاخر ولا ذاك الشيء اليوم وغدا ومور غدا ولا ذاك الشيء يعني صافي التلاميذ متعودين عليه صافي ولكن نوليو شويه واش جالك ذاك الشيء يعني في المعاناه يعني جاك شويه صعيب كيف سمح لي يعني كيفاش زعما حتى وصلتي شحال قلتي لي شحال كان عندك من التلميذ؟ 31 في القسم يعني كنت كدير لهم كاملين كيتسمى القسم الافتراضي يعني غير القسم خيالي هكا كل واحد في الدار ولكن اما القسم الحضوري هو اللي ولكن التلاميذ اللي كنت كتقري في المدرسه واش كنت كدير لهم كاملين القسم ديالك يعني كامل قلت كيبقى خمسه ديال التلاميذ ما داروش يعني اللي ما استفدوش ما تمكنوا يعني لم اتمكن باش نلقى لهم شي حل ولا نجبرهم لان مسدودين علينا في الدار باش تمشي تفتش عليه ممنوع ما تقدرش تخرج يعني احنا سمعنا راه داروا لهم باش يقراوا زعما يعني باش يتواصلوا معاكم وداك الشيء كيفاش زعما حتى بقاو هما بلاش بلا هذا الشيء ربما ماشي انا راه الحاله ديالي راه حاله معتبره باش يوصلوا 31 راه قول ما نعرف 90% ولا نعم راه شي وحدين اخرين ربما النص ربما كاين اللي ما تمكنش كاع انا بذاك النوامر اللي كان عندي هي اللي ساعدتني باش نتواصل مع التلاميذ ديالي وكان ذاك القسم واخا فيه الجديه ولكن كنحاول ندخل فيه واحد الترفيه واحد التنشيط كنعطي لهم الراس وندير لهم مسابقات وندير لهم كنسموها واحد التحدي كنقول لهم نعطيهم التحدي واحد الرسم شكون اللي يرسمو مزيان ونعطي لهم جائزه غير هكا يعني بالورقه مثلا شهاده تقديريه ولا شي حاجه استاذ نعم. النصائح والتوجيهات يعني بغيت نقول لك زعما مثلا السنه المقبله مثلا نعم يعني النتيجه ديال هذا العمل اللي درتي زعما انا كنشوفه كنتيجه مباركه جدا كنتيجه كبيره جدا ماشي كنقولها انا ولكن الاباء اللي عبروا عليها في اخر السنه اللي عبروا عليها كان داك الشيء رائع في الحقيقه كيشكروني انا ولكن حتى انا كنشكرهم كنشكر التلاميذ وكنشكر الاباء ديالهم والامهات ديالهم ولا الاخوان ديالهم والاخوات ديالهم اللي وقفوا مراهم لان كنحس بانه تما واحد البصمه ديال الوالدين والعائله اللي يعني درتي مجهود يعني كان البيت هي قسم بحد ذاتها يعني. واحد القسم اللي فيها الاب والام والاخت والاخ وكل شيء كيشاركوا في ذاك الشيء كل شيء كيشاركوا واخا كنشوف التلميذ كان في القسم اللي كيقراش ومن بعد ولا يعني ناشط وداك الشيء ولكن انا ما اشجع وكنحفز التلميذ باش يستمر باش يدير وكان هذا الشيء هو اللي خلى هذه العمليه ديال التعليم باش تستمر لو كان ماشي هذا التعليم عن بعد غادي توقف داك الشيء التلاميذ صافي يمشيو للديور وينساو كل شيء ولكن هذا التعليم عن بعد
اللي كان يعني على قد الحال أرى ساهم في استمرارية هذه العملية التعليمية وساهم في الخروج من السنة البيضاء، لأن لو كان ما قراوش التلاميذ ما غادي تكون سنة بيضاء. والدولة إلا خسرت واحد السنة راه يعني مصاريف كبيرة جدا. أستاذ، ولكن واش كي جالك كي كنت كتقري يعني في المدرسة عمومية واش يعني قراءة البعد واش جالك شي صعوبات ولا زعما؟ نعم كاين صعوبات، كاينين. كاين أولا الصعوبة ديال مثلا صعوبة المادية ديال التلاميذ، لأن كاين اللي قاد يشري البطاقة باش يدير كاين صعوبة تما. ثم كاين الصعوبة ديال شي وحدين عندهم اللي يعاونهم، شي وحدين ما عندهمش. ثم كاين الصعوبة ديال هاد التليفون باش تشدو ربعة السوايع، كان شي مرات هاد اليد كيحرقني العصب كي، لأن كاين التأثير ديال الانترنت، كاين تأثير على الآخر راه صعيب، والعينين ديالك ديما. أستاذ كتهضر عليك ولا على التلاميذ؟ أما التلميذ راه هو أكثر باش يشد لك التليفون يشد، لذلك أنا ما كنتش كنكثر عليهم، ربما في حدود أربع ساعات كنخليهم كنعطيهم الرسم باش يخليو الوالدين ديالهم. وكاين اللي عنده تليفون واحد خصو يرد الأب ديالو، خصو يرد على شي واحد اتصل بهم ولا شي واحد بغا يعيط. المهم يعني كيوقفوك بغيتي تقول لي يوقفوا، يمكن هو يمكن يعطي التليفون عاد يرجع عاد، خصك تفهمو كاين صعوبة. ولكن حنا نقولوا النتائج كانت غالبة على هاد المشاكل اللي دايرة. وحنا كنقولوا هذا الشيء في واحد التجربه اللي هي اوليه، ماشي انه كونا فيها ولا يعني هذه التجربه الاوليه بهذا الشكل راه تبارك الله عليها، زعما كان داكشي رائع. والحمد لله كانت التشجيعات ديال حتى المدير، نقول المدير كان اللي كنقول له دي ها شنو كندير مثلا كيفرح ويشجع. وكان الاساتذه عندنا واحد الجروب كنتبادلوا فيها التجارب، كل واحد كيعطي التجربه ديال الاخر. هاد الامور كاملين ساعدت باش انها توفر هذه الاجواء ان شاء الله باش نديروا هذا التعليم عن بعد، رغم مشاكله وصعوباته انه نجحناه الحمد لله. عندنا شي حاجه زوينه، عطيت شواهد تقديريه على سميتو التفاعل ديالهم في هذا التعليم. كل تلميذ عطيته شهاده تقديريه، الاستاذ فلان وفلان الى عبد الخزروني يعني يقدم لك هذه الشهاده تقديرا على تفاعلك في التعليم عن بعد. ما شاء الله. وهذه الدفاتير اللي كتشوفوا حدايا الى حاولتوا مثلا تشوفوها غادي تقول بحال اللي كانوا في القسم. هي 3 ابريل وبنفس الاخر كنتبعهم وكيديروا نفس بالرسومات ديالهم وبالاخر ديالهم كل شيء. ها تقول هذا السيد دارها في القسم ما شاء الله. هاي تقول بحالي دارها في القسم. هاي 16 ماي 2020 باش ما يقولوش ديال العام اللي فات. تقول بحالي كان داك الشيء في القسم لان كنت كنتبعهم والوالدين حتى هما ساهموا في داك الشيء. الى جانب هذيك الدفاتير كان عندنا رسومات وقع فيها البصمه ديال الوالدين ديالهم. شوف الرسم ما شاء الله، رسومات هذه ربما فيها البصمه يعني خدموا مساكن داروا المجهود ديالهم كنعطي لهم سميتها ما شاء الله. وكيديروا المهم هاي رسومات هادو توصلت بهم التلاميذ قلت لهم ودي عطيوني باش نشوفهم. ومشى هذه الملفات كامله، كل واحد عطاني الملف ديالو ديال الرسم، داروا غير في الحجر الصحي. وغادي نقول لكم بانه المستوى ديالي المستوى الثاني حاز على الشهاده التقديريه في المؤسسه. هذا واحد الشهاده التقديريه ما شاء الله. ها هي هادو كاملين داروهم في الحجر الصحي في البيوت ديالهم ما شاء الله. نعم هذا بوحدو عاوتاني. المهم شوف شي هذا، لان خصك تلعب على سميتو الوتر الحساس كنقولو، داك الشيء اللي التلميذ كيعجب له الرسم. الاستاذ كنشكرك بزاف على هذا المجهود اللي درتي مع هاد التلاميذ. يعني دابا شنو غتقول لنا ماشي ليا يعني التلاميذ ديالك ويعني التلاميذ
كاملين بصفة عامة. شي نصيحة منك كأستاذ، حيت كاين بزاف كما احنا عارفين بزاف التلاميذ ما كي يعني ما كيبغيوش القراءة، يعني ما كيحبوش يعني يقراو وداك الشيء، شنو غتقول لهم؟ صحيح. والنصيحة اللي غادي نقدمها ربما هما في واحد المستوى ديال الطفولة ما كيعرفوش يعني الأهمية ديال شي حاجة، ما كيعرفوهاش، ولكن حنا اللي كبرنا عرفنا الأهمية ديال القراءة والأهمية ديال الكتابة شنو كيسوى في المجتمع. فلذلك اللي كيسمعوني الآن أنا كنقول لهم بأنهم يقراوا يقراوا يديروا المجهود يقراوا، رغم انه البيئه صعيبه ما كتشجعش على ذاك الشيء، ربما الحاله العائليه، ولكن يديروا مجهود باش ان شاء الله يقراوا ويكتبوا ويرفعوا هذا التحدي، خاصه في هذه الظروف ديال هذا الحجر الصحي. حنا كنقولوا بانه كانوا كيعيشوا واحد الصعوبه ديال القراءه والكتابه اثناء الحضور في القسم، الاستاذ قدامهم ويعطي لهم، اما الان هما بعادين في الديور ديالهم، يعني الصعوبه اكثر والتحدي اكبر. ولذلك حنا كنقول لهم قبل ما تجي واحد الوقيته ندم مثلا كما ندموا بزاف ديال الاباء والامهات، انهم لديهم الفرصه الان وهم صغار وتتاح لهم الفرصه، وكيلقاو اللي يشجعهم واللي يحفزهم، وكاين دابا الوسائل ديال التلفازه، الوسائل ديال الالكترونيه، فيديروا المجهود ان شاء الله يلعبوا. نعم يديروا يلعبوا، ولكن يعطيوا شويه ديال الوقت للقراءه والكتابه، ويحاولوا يقللوا شويه من التليفون، لانه هو اللي دابا كيختطفهم في الحقيقه، كيختطفهم. ولذلك يحاولوا ما يمكن حتى الاباء يدخلوا في هذاك الشيء، ينظموا شويه الوقيته ديال الكلام ديالهم، ويشجعوهم ويحفزوهم ان شاء الله تعالى، باش يكونوا شنو نقولوا، يكونوا مستقبل ديال هذه البلاد ان شاء الله. امين ان شاء الله. شكرا. كنشكركم حتى انا، نشكر ريفدي ان شاء الله اللي تحت لنا هذه الفرصه، بارك الله فيكم، الى لقاء اخر ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في الاشياء الريفديه، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.